أنا دائما أقول الإنسان لازم يستفاد من كل لحظة بحياته. أكو فرد شعر أجنبي يقول ما يدري غدر اللحظة ما راح يدري غدر الساعة، والما يدري غدر الساعة ما راح يدري غدر اليوم، والما يدري غدر اليوم ما راح يدري غدر الأسبوع، والما يدري غدر الأسبوع ما راح يدري غدر الشهر، والما يدري غدر الشهر ما راح يدري غدر السنة، والما يدري غدر السنة ما راح يدري غدر السنين، والما يدري غدر السنين ما راح يدري غدر العمر، والما يدري غدر العمر بالتأكيد ما راح يدري غدر الحياة. عافية دزلي عنت إن شاء الله. تعالوا شوفوا كم نفر ميتين هنا. شوف الموت أكثر من العادلين. كم سنة قبل بيوم الينا هنا ما كان هيك، كله خضار كان. عين هسه شلون صاير؟ أنا هم تو كنت أفكر وأسولف ويا أمي بنفس الموضوع. مع الأسف. أقول لك قبل شوي ردت أسأل عنك ونسيت. سامحني، شو تقول؟ الهواء شلون يصير معي؟ شوف حبيبي، الرطوبة اللي بالهواء تتراكم تحت الضغط. لا. وعن طريق عملية تبريد تتحول وتصير معي. هاي الطريقة كمية إنتاج الماي ترتبط بوايد عوامل. درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، كمية الهواء اللي يمر من خلال الجهاز، وسعة الغصن الحلزوني من الجهاز، وأيضا درجة التبريد. بهاي الطريقة أقصد طريقة تبريد المتراكم. جريان الهواء يمر من خلال أنابيب ملفوفة، ومثل ما نسميها الأنابيب الحلزونية اللي موجودة داخل فد محفظة متروسة من سائل للتبريد. داخل هاي المحفظة تتناقص الدرجة وتبرد لحد ما يتم إنتاج قطرات الندى، وبعد ما تجتمع هالقطرات تتحول إلى ماء، وتستمر العملية. والهواء اللي أخذناه من الرطوبة من بعد عملية التبريد يدخل داخل خزان، والماء اللي تم انتاجه ينحفظ داخل مخزن خاص حتى يبقى نغي ولا يتلوث. وايد نماذج موجودة من هذا الجهاز بالعالم، وتم تصنيعه بطرق مختلفة وبكمية انتاج مختلفة، اقصد كمية انتاج للماء. بس هذا الجهاز اللي انا اشتغلت عليه عنده قدرة على انتاج كمية اكبر من الماء، اكثر من كل اجهزة الموجودة، وبسعر ارخص وبتكاليف اقل للصيانة. الجهاز هذا، أقصد الجهاز اللي أنا اشتغلت عليه، ينتج 20,000 لتر كل يوم، كل 24 ساعة، ولأن سعره مناسب أكثر الناس يقدرون يستخدمونه بأقل التكاليف صيانته وحفظه. بعد وقت بدك رخصة الوالدة تيجي؟ الحمد لله. بشر أمورك. اشتم اللي هو قاجر. شوف أنا أدري نفسياتك تعبانة وهنا صعب الأمور، لكن الحمد لله كلها أيام راح تخلص. أنا كلمت الشخص اللي رافع عليك دعوة وهو حاضر يتنازل، بس يريد فلوسه. ما عندي فلوس، ما عندي. شوف أنا أدري بأمورك، أدري أمورك الاقتصادية متدهورة، وأنت خسرت كل حلالك باستثمارك خارج البلد. الوالدة كلمتني وسولفت لي على كل شيء. ما شاء الله
ما ظل احد بالديره ما يدري منير خسر فلس ضح. شوف حبيبي انا هنا حتى اساعدك. ليش ساعدني؟ حتى تخلص من هنا لو ما تريد هذا. اي بس ما عندي فلوس اعطي. شوف منير هاي القضية انا فكرت لها ورح نلقى لها حل، بس قضية تسوير اسناد الرسمية اللي حصلت انت مالك اي علاقة بيها، اكو واحد ثاني اعترف بالموضوع. جابر؟ اي جابر بومة. الحمد لله جابر احتراف والقضية لبسته، وهاي نقطة جيدة بملفك، وإن شاء الله أنا راح أكلم أخوانك والقضية راح تعتل. شكرا ما أريدهم يساعدوني، أخواني ملتين هسه بالوريث منير ما هو. شكرا حاضر أنا أبقى كل عمري بالسجن ولا أحد من علي. شوف منير هذول أهلك وناسك ومن واجبهم يوقفون وياك. يا أهلي يا ناسي أخواني نسوني هسه ملتهين بالورث ومنير ما هو. أهلي ما مروا علي ولا يوم ولا يوم مروا علي بالسجن. شوف انا قلبي يحترق قلبي يحترق بس على فرشي بس على عديد. لو مره واحده بس مره واحده مره واحده اشبه قديم واشب منه بس هاي تحرق قلبي. شو تسلمنا على الوالدة كلها وصل جميلك وصل بس أمانة أديب أمانة عندهم. منير يمتى ما تحتاجني تلقاني يمك بس كافي تتصل لي. بعد نوبة أنا ردت تي للسجن أول كون أنا أطلب منك هسه تقدر تروح. ان شاء الله فكر افكارك ورد لي خبر. سلام عليكم. ابو سام شلون حواله؟ شلونك؟ زحمتك خويا؟ لا ماكو مزاحمه، هو سام كان تعبان وانا جيت مكانه. انا بخدمتك. الله يحفظك. حياك حياك تفضل.
ايدي ترعش بالسلفي. يلا خلاص 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 جاهزه. انوار. نعم. اريد النخله اللي وراي تطلع. هاي النخله. شوي شوي شيل الكاميرا. احسنت. حلو. واحد اثنين ثلاثه. الله. او احلى صوره. خبل ايدك العافيه. الله يسلمك. اقول لك انوار. نعم. احنا جينا للقريه. ليش ما ندور على اقدم شايب له عيوز بهاي القريه؟ تدري من؟ علشان نسالهم سالفه حاسمه. اصلا حاسمه شنو ياهي؟ شنو نظرك؟ وقفك يا حبيبتي. بس تدرين نسولف المن؟ احنا لازم نشوف انه واحد شبير بالعمر. عفيه. حتى يدري شنو صار بالديره وحده وحده. اكيد. ويسولف لنا بالاحداث. انا قاعد تدري على شنو افكر؟ احنا جيتنا هنا للقريه المن. لا شك 100% حاسمه هنا موجوده. لا تقول لي ولا قول. صباح. قال صباح حبيبي. قول صباح. خلي كشخة يا عمي. صبا يا صبا صبا يا صبا صبا يا صبا. لقيتها ياهي. لقيتها حاسمة. صفية. حسبالي يقول حاسمة. صفية ياهي. صفية هذه مرة عيوز قديمة تذكر على يد يدي. زين وين تطيح بيها؟ طبعا راح نطيح بيها. هي هسه لو موجودة عمرها 95 سنة. تدرين يعني ايش قيش؟ يعني تذكر على حفر الشط على ما يقولون. ادري يا انور تندل بيتها هالسنتين؟ والله بيتها لو بعده مو مهدمينه وواقف على حيله اندله. ليش بس تدرين؟ تدرين هاي ايش قد؟ كنا نخاف من عندهم كنا صغار. ليش ادري تاكل اوادي؟ هذه مرة عيوز تفرغ ويا كل النسوان. شلون؟ هي ما تخوف لو بكريهه لو شيء. شلون؟ بس لها فد هيبه، عندها قصيبتين حمر. بس انا ظليت اخاف. لا خليني اقول لك، من توقف بالباب كنا هاي اليهال الدقدق الصغار نشرد من باب النخل ما نروح منه. عجيب انوار. زمان قبل اذكر الامهات من يذن يخوفون اطفالهم لو بشي لو بهيك اشخاص. ادري زعم هسه هي طلعت خضرة مليف. تدري خضرة مليف شنو؟ شنو؟ النخلة. هاي النخلة. هاي النخلة بيها خضرة وليف. لا والله. اي تعال شوفي خليني اقول لك. فرد يوم من الايام كانت القاع متروسه نفاش. حاط النفاش القاع صايرة بيضة. زين. وانا جبت لي عود شخاط طقيت النفاش تقول بنزين. ساي ساي راح منا وقبب عبايتهم. طلعت ايش سويت؟ سالفيت لي سالفة العباية هاي. اي احترقت العباية وظلت تصيح. كل هذا انوره لو اكل ظنه وانا شارد لابد بالنخل خاتم. ساعة زمان وانا لابد وريض. ايش تسوي يا انور؟ انور شوف الجو ايش قد حلو. والله يا ريت هسه هاي نطيح بيها نقدر نسالها. اي تدري ليش؟ 100% كنا نطيح بها، لان هاي السهامه اذا لحقت هي هسه 100 خطه براسها ترى وتروح قدامنا، احنا خلينا نلقاها قدامنا. افا عليك اخطط وتكتك بهذا مخي. راح القاها ان شاء الله، ان شاء الله القاها. ان شاء الله. وين هذا الشاي؟ وين صار؟ ما هون علي اسد الشباك. الهواء وايد حلو. اي خوش هواء. جليل وين ما اجوا وياك؟ بلا بلا يانا سوا بس شاف هاله وسراج بالدرب راح صوبهم. اي حلو. جليل ورده ورده. خوش ولد طيب. الله يخلي لك. اشكرك ومحافظ. انت الطيبه. جليل ورده بستان عمري. اقول لهم جليل انا سمعت سهام شنو قالت لك. لا يصير ببالك يمه. ترى سهام بس السان هيج ماكو بقلب. لا لا ما تاذيت منها. أدري بيها ما تقصد شيء. ونطيها الحق يمه. هاي المدة منير كان بالسجن وايد إجا عليها ضغط. أخوها هم بالحبس. هاي الدنيا كلها مشاكل محافظ. إن شاء الله الله ينطيها الصبر. الله ينطيني أنا الصبر. بدي طيب واروح هناك للسجن. أنا يسجنوني بدال منير وهو يرجع لعائلته. الله لا يقولها. شنو هاي الحكي محافظ؟ إن شاء الله يصير خير. أدري صعبة. أدري شو تقولين. ما أدري وليد إيش ياكل إيش يشرب. والله هاي اللقمة ما تنبلع هنا تقير. أدري مع عزة الخلفة غير شيء. أنا وقت جليلي انتشلها يعني تسودن. ماكو معزة أزيد من معزة الأولاد يم الأهل. بس ترى المعزة الزايدة هم تخربها.
بدل ما تقرب ازيد تبعد. اي محافظ، المحبه اللي تخلي واحد ينتكل كل وقته على غير احد هم تخرب. اللي ولا تشوفينهم والله العظيم انا وابو حافظ ما خلينا لهم شي ناقص، الرادو ذهبينا لهم. ان شاء الله يصير خير. اقول المحامي شنو سوى؟ والله شو اقول لك، ما بيد شي يمه، هم خطايا دا يركض. الله كريم بعد. ان شاء الله خير، انا بعد اروح شوي شوي ابدي بالقدة. ما تعتازين شي؟ لا عيني، بس سلامتك. تفضل. الله يسلمك. فضة لحظة، اكفي عندي شغل وياك. در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی، هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاق های دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. شوفي قاعد اسوي لك بكشه، ازرع لك بيها طماطه وخيار وخضره، بس شو اسوي من هذا من الديعيات؟ كون اسوي داير مدايرهن شبك، خاطر لا يعني خربان الخضره وياكلنها. عافيه ببنيتي، عافيه 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 بنيتي. الباب ماما، الباب عيني. هلا هلا بيك ام حسين، عيني شلونك؟ تفضلي تفضلي عيني. هلا هلا ابو مكتي. عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك عيني. بخير. الله يسلمك عيني. شلونك؟ الله يساعدك. الله يساعدك عيني، الحمد لله. تعبتك وياي. لا والله شنو من تعب، تعبك راحة. هي تاخذ وحدة من البشات. خير ان شاء الله. عندنا خطار جايين ضيوف واريد اذبحهم وحدة منهن. ها زين عيني. الضيف حبيب الله. الضيف حبيب الله. زين اختاري حبيبتي، اختاري وحده من عندهن. كيفك عزيزتي؟ اي وحده بيهن بس تكون حلوه. ها خوش. اي عمري. هسه رحم الله والديك. هسه رحم الله والديك عيني. تعي تعي شوف وياها منهن ترضينها.
حافظنا من بعد ما خلص الدراسة ورجع هنا مسكين من بعد مدة قصيرة انفصله وهو وزوجته. زوجته ردت للخارج وهو ظل هو وحليم. أمت عيني حليم كان صغير. إيش كنت قلت له يما خل أشوف لك بيت حلال. ما قبل. ما راد يتزوج. تدرين الوحدة إيش قد صعبة. أنت هم برابيات لك ولد. دركين أنا شنو أقوله. إي أنا بهاي السنين كلها تعلميت شلون أظل بوحدي. علميت شلون الإنسان يقدر يوقف على رجليه بدون محتاج أحد. علميت شلون أقتل أحاسيسي وأطمهن حدر التراب. هاي السنين كلها أنا سديت عيوني على كل شيء وما شفت شيء غير جليل. جليل صار كل شيء تي أملي إحساسي عمري كل شيء بهاي الدنيا المو معلوم باكرها شنو. إيه صحيح بس الإنسان إش قد ما يصير قوي يحتاج أحد يمه يسولف وياه ينتكل عليه يحبه يحبه بدون سبب بالله ما يخاف. أنت بعد الشباب يمه مو زين هيك تفكرين. الشيب بالقلب محافظ عسى قلبك سليم. أنت لا تصيرين مثل حافظنا كل ما أي اسم الزواج يتفلسف علي يقول ياها وعد خلقي. حافظ ما شاء الله دكتور وألف وحدة تتمناه. بس المهم هو شنو يتمنى. أنا أروح أجهز الغدا بعد إجازتك. فضة كم ساعة أريد أقول لك إيش قد هذا اللون لايق عليك أنسى. مرخصتك. عبرت الشط على مودك خليتك على راسي خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت قوة أشهق أنفاسي. أقول لك ابن بارك إيش قد عمق هذا الشط. تعال هنا أوضح لك. تعال أقول لك ابن بارك إيش قد عمق هذا الشط. ما ادري بس وايد. ايه يبين عليه وايد عميق. صلى على محمد. ترى بس هذا لا تيبسه. اللهم صل على محمد وآلي محمد. ليك لو هذا الماي هالقد وايد ليش ماكو ماي؟ شنو يعني ماكو ماي؟ ما ادري بس
هسه تطلع لك افه من وسط الشط، تيجي تاكك على هالهذيان تهذي ايش قد تقرق. شنو من افه؟ عبيد الماي. عبيد الماي؟ يو قال لك وياد؟ ابوي قال عبيد الماي ياكل هذول اللي يسبحون بالشط. لا، عبيد الماي اسطوره. وشين اسطوره؟ اسطوره يعني قصه خرافيه. بالقديم كان يسولفون وايد عن عبيد الماي، هو اصلا شيء مو موجود. تقدر تقول لي شيء من السوالف؟ قبل مده هم باحثت بالانترنت، عبيد الماي فد مخلوق مثل العقروقه، هم يسبح بالشاط هم يطلع اليابسه، ومغرب عباره يطلع هيك شيء. شلون شكله؟ والله مو ماكل وياه تليتانه، بس حسب اللي يقولون هو شكله اسود ويشبه الادمي، بين صابيعه زعانف. حتى يقدر يسوي. انا ما اخاف من عده. اي ادري بيك شجاع، ابوي شرد من اللي بريح صداك اليوم. الغاز ما عندي، شلون اسوي؟ ما ادري امتى يريدون يوصلون لنا الغاز. لا حول الله، الناس راحت وصلت للقمر واحنا غاز ما عندنا. استغفر الله رب العالمين. اوف شلون اسوي؟ من بعدك هاي عيشتي. اي وكل ايامنا هيك. قبل كنت داير بالك علينا وما مخليني محتاجه شي، هسه نعم الله على الجيران من يجيبون دياياتهم عندي خاطر ادير بالي عليه، وهم ينطوني فلياسات على هاي الشغله. ان كنت انت موجود عيشتنا كانت حلوه. الله يرحمك يا أبو حافظ، الله يرحمك ويدخلك بفسيح جناته. يما حاسمة، حاسمة تعي ماما امسحي حروف الألم واكتب أمل وامسحي دموع الحزن من الشمل امسحي حروف الألم واكتب أمل وامسحي دموع الحزن من الشمل صير النبهة وني بوسط المضيف علي صوتك انت لا صوتك انت لازم تنسمع علي صوتك انت لازم تنسمع
الوردة من تسقيها تنطيها حياة، صير موتتها غفور تنشلع. الوردة من تسقيها تنطيها حياة، صير موتتها غفور تنشلع. نخلة واقفتها دريس رمت الشموع، شبنا جنة خل دايم مرتفع. نخلة واقفتها دريس رمت الشموع، شبنا جنة خل دايم مرتفع، شبنا جنة خل دايم.